ننتقل إلى المستوى الرابع وهو المعجم، ويمكن أن نقسم المعجم إلى حقلين دلاليين أساسيين. هناك حقل نفسي، ثم هناك حقل طبيعي. حقل النفسي ذكر فيه مجموعة من المفردات كالداء، الآلام، الحزن، الكآبة، الروح، الصبوة، العشق، التصويب، السعادة، الجوى، البكاء وغير ذلك. هي مصطلحات كثيرة جدا، مفردات كثيرة جدا تعبر عن الحالة النفسية التي تعيشها الذات، والتي تتماشى مع العنوان وتتماشى حتى مع مضامين القصيدة. ثم هناك حقل طبيعي الذي هو المساء، الذي هو البحر، هو النسيم، هو الليل، هو الكوكب، هو الزهرة، هو الصخرة، هو النور، هو الذكاء، هو الشمس، هو النهار، وكل هذه الأشياء. وهنا تجسد مفهوم الرومانسية، هي هذا المز بين عناصر نفسية وبين عناصر طبيعية، على اعتبار أن العناصر النفسية ما هي إلا معادلات موضوعية لذات الشاعر، أو هي مرآة تعكس واقع الحالة النفسية التي أشار إليها في آخر بيت. أيضاً ننتقل إلى المستوى الخامس الذي هو الإيقاع، والقصيدة من بحر الكامل. وبحر الكامل هو من البحور طويلة جداً، من البحور الطويلة جداً التي تتيح هذه الإمكانية، إمكانية للشاعر للتعبير، للبوح عما يعتمل داخل النفس من آلام وحزنة ومن فرح وغير ذلك المشفى. سمح لهذا البحر المتكامل ستة تفاعيل، متفاعل متفاعل متفاعل، بتعبير عن ما يعتمل من آلام وأحزان وغير ذلك من الأمور. فكان هذا البحر يعني يتجاوب مع طبيعة الموضوع. وهذا البحر هو تكرار، ستلاحظون معي التكرار لتفعيلات المتفاعل المتفاعل ست مرات، هو تكرار. وهذا التكرار لاحظناه حتى على مستوى في المضامين، فهو يكرر كثير من المشاهد الدرامية المتشابهة والمتقاطعة والتي تعبر عن واقع الحال، واقع المرض النفسي والجسمي والروحي والعقلي وغير ذلك من الأشياء. ثم أيضا عندما نتحدث أيضا عن القافية، فالقافية هي همزية مكسورة وما قبلها مد، ما قبلها مد، وتشير إلى هذا الانحدار أو السقوط، أو السقوط التي عبرت عنه البداية وعبرت عنه النهاية. لاحظ حتى القافية تتماشى مع طبيعة الموضوع الذي يعبر في نهاية المطاف إلى السقوط، إلى الانتهاء، إلى الاضمحلال، إلى الاختفاء، إلى الخلاص، إلى الموت، إلى 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 الموت. إذن على مستوى الإيقاع الداخلي هناك تماثل صوتي كثير جدا، تماثل يعني الصوتي يتوافق مع التماثل المعنوي في رسم مشاهد المساء. هنا يمكن التحدث متفرد بصبابتي، متفرد بعنائي، متفرد بكآبتي. ثم أيضا هناك نتحدث أيضا عن صورة أخرى، يا كوكب من يهتدي بضيائه، ونتحدث عن يا مولدا يسقي الورود سرابه، ثم نتحدث عن يا زهرة تجني رواعي حسن. هناك تماثل صوتي، إذن القصيدة قد استجابت في إيقاعها الخارجي والداخلي، تماثلت دلاليا ومعنويا مع ما مع الحالة النفسية للشاعر ومع الطيمة الكبرى للموضوع الذي هو المساء. مع آخر عنصر الذي هو المستوى الخصائص الفنية، معدي السؤال المطروح يعني هل القصيدة يعني هل الخصائص الفنية التي يعني تتضمنها الرومانسية حاضرة في هذا النص أم لا؟ أولا صدق التجربة، قوة العاطفة، صدق التجربة. عندما نقرأ هذا النص نلاحظ بأن الشاعر بالفعل كان صادقا فيما ينقله إلينا من أحداث ومن أفكار وما يعانيه الشاعر، كأنه يجعل المتلقي يدخل ويفتح قلبه للمتلقي ليعرف كل صغيرة وكبيرة. على الشاعر عاش تجربة معينة في مصر وفي لبنان وحاول أن ينقلها إلينا نقلا فنيا، بمعنى أنه كان صادقا
في نقل هذه المشاهد الدرامية إلى المتلقي. العنصر الثاني هو قوة العاطفة. تلاحظ هاد جيشان العاطفة، تلاحظ قوة العاطفة وكيف أن الشعر يعني يتحدث بطلاقة وبحرية ويعبر عن ما يعتمل داخل نفسه من أحاسيس ومشاعر. هناك أيضا العنصر الثالث هو الامتزاج بالطبيعة. لاحظنا كيف يستحضر الزهرة، يستحضر الكوكب، يستحضر البحر، يستحضر كل هذه العناصر، لأن هذه العناصر تشكل في نهاية المطاف مرآة لتعكيس معاناة الشاعر. الميل إلى الخيال الحزين المتشائم لم نلاحظ في النص من بداية إلى نهايته أي بارقة أمل، كله النص كله متشائم بدايته إلى نهايته، وبالتالي ميل الشعر إلى 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 الخيال الحزين المتشائم. ثم في العنصر الخامس والسادس المتعلق بالخصائص الفنية هي ما يسمى بالوحدة العضوية، الوحدة على مستوى الوزن والقافية، ثم هو الوحدة الجو النفسي. هذه الكآبة، هذاك المساء الذي رحيناه بهذه العناصر المتاهة بالتوجس بالاضطراب بالوداع بالنهاية بالخلاص، كل هذه الأشياء من بداية النص إلى نهايته بالمساء في أول عتبة حتى الآخر كلمة المساء، لاحظنا هذا الجو، وحدة الجو النفسي الدال على التشاؤم الدال على الخلاص الذي هو الموت. ثم استخدام طريق الحكاية والسرد في عرض الأفكار والمضامين، ثم التأمل في الكون والتعمق في أسرار الوجود. كانت هذه مجموعة من الخصائص الفنية. أيها الطلبة الأعزاء، كان هذا نموذج تطبيقي لشاعر كبير، وأتمنى أن تستفيدوا من هذا التحليل على أمل لقاء بكم إن شاء الله في تحليل نموذج آخر له علاقة بالشعر العربي المعاصر. بحول الله، وفقكم الله، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.